وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الجواد هاشم أستاذ الميكروبيولوجي. دكتور عبد الجواد، بداية وبعد التحية، أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب فرنسا. كيف ترى هذا التصريح في حين أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد المكتشف جنوب فرنسا لا يزال قيد الدراسة؟ أهلا بكم بالسادة المشاهدين. الموضوع المتحورات لازال لغاية دلوقتي بيثير جدل كبير جدا. نعم. الأكثر انتشارا هو اللحاية سود. الأسرع انتشارا حاليا بسرعة عالية قوي قوي اللي هو الأوميكرون. الأوميكرون الحاجة الثانية اللي فيه بقى هو أسرع انتشارا، يعني عدد الناس اللي هتصاب بيه كتير قوي قوي. نعم. الحاجة الثانية ان هو اقل شراسة، يعني أقل هو اسرع دراوة. انتشارا ولكن اقل شراسة واقل ضراوة. صح. الاقل ضراوة او الشراسة بتاعته سببها ايه بقى؟ نعم. ان هو بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، يعني الحنجرة والقصبة الهوائية. لو الفيروس بيصيب الرئة ساعتها يبقى المرض حاد، وده بيحصل في الانفلونزا، انها ممكن تيجي انفلونزا خفيفة تصيب الجهاز التنفسي العلوي او تنزل تحت وتصيب الرئه، وفي الحاله دي يبقى مميت. نعم. لغايه دلتا اللي كان منتشر قبل ما يظهر اوميكرون الفيروس كان بيوصل للرئه، عشان كده كانوا الناس بتعمل اشعاعات كتير. اوميكرون عدد الوفيات دي حاليا محدوده جدا، وعدد الاصابات عاليه جدا جدا جدا. ده يبشر ان شاء الله، انا دايما بحب اكون متفائل، انه مع نهايه الشتاء ده سينتهي الكورونا من العالم، ولكن في شرطين اساسيين. اتباع القواعد الاحترازيه هي ونمره اتنين الناس اللي ما اتطعمتش تطعم عشان ما يجيلهاش المرض حاد. نعم. طيب الحاجتين دول البس الكمامه، اعمل تباعد اجتماعي، واتطعم. الثلاث حاجات ده لو حصلوا ان شاء الله انا يعني عندي امل كبير جدا انه سنه 22 كورونا مش هيختفي على فكره. فيروس كورونا قبل السارز والميرس والكوفيد 19 كان في كورونا على فكره. تمام. ولكن كانت بتعمل اصابات جهاز تنفسي علوي، اصابات غير حاده بالمره، اللي هي نزله برد ترشح. ولكن اهم حاجه بالنسبه لنا الاجراءات الاحترازيه زي ما هي. حتى على فكره كمان الاجراءات الاحترازيه اللي هي الكمامه والتباعد الاجتماعي قللوا نسبه اصابات الانفلونزا على مستوى العالم. على فكره الانفلونزا كان في مميته، يعني في عدد كبير منهم الفيروس الانفلونزا بينزل يصيب الرئه. الاعداد دي قلت بالانفلونزا، لكن لازال الاسرع انتشارا طبعا هو الكوفيد. نعم. ولكن الدكتور عبد الجواد، يعني يمكن للمتابع، احنا وجدنا ان عدد المصابين بفيروس كورونا بيزداد عالميا، وخاصة مثلا في الولايات المتحدة، مع العلم ان هذه الدول يعني قامت بتطعيم نسب كبيرة من اعداد مواطنيها. التطعيم لا يحمي من الإصابة، الإصابة تعني عدوى. انا باخد عدوى يوميا من ميكروبات كتيرة جدا، ولكن هل العدوى ده وصلت الى مرض ولا لا؟ ده موضوع تاني. يعني لما واحد يعمل تحليل بي سي ار وما عندوش اعراض فيبقى هو حامل للفيروس دوت بدون اعراض. اصابه تعني عدوى، عدوى لا تعني بالضروره مرض. دي مهمه جدا. طبعا ليه بقى الاعداد كبيره قوي في اوروبا وفي امريكا؟ لان هناك بيعملوا عينات عشوائيه كتيره جدا جدا بيحللوا لها، هم معاهم فلوس كتير وبيعملوا تحاليل كتير قوي قوي. لو طبقنا ده على مستوى العالم الاعداد هتبقى مريعه كاصابه كعدوى وليس بالضروره مرض. نعم. نعم دكتور عبد الجواد هاشم استاذ الميكروبيولوجي، شكرا جزيلا لحضرتك.